بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا السادة المشاركين المحاضرين والسادة المتتبعين المستمعين. أرجو الله تعالى أن يكون هذا العمل خالص لوجهه الكريم وأن يثيب الجميع عليه. نتناول هذا الموضوع وأحاول إن شاء الله سبحانه وتعالى أن أركز على الشق العملي فيه، لأن القيم حينما يتحدث عنها من حيث كونها دوافع للعمل، أنا أتحدث عن تجليات القيم في السلوك الإنساني انطلاقا من سلوك رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته التي تمثل الترجمة الحقيقية للأخلاق القرآنية، كما عبرت عن ذلك السيدة عائشة رضي الله عنها في قولها: كان خلقه القرآن. والذي عبر عنه صلى الله عليه وسلم أيضا بقوله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. بعثت لأتمم مكارم الأخلاق في رواية الموطأ لأتمم حسن الأخلاق، وفي رواية أخرى لأتمم صالح الأخلاق. الرسول صلى الله عليه وسلم من مقاصد بعثته، هناك مقاصد كثيرة، أهم مقصد أنه رحمة للعالمين، ومن ضمن هذا من ضمن هذا داخل هذا المقصد أنه بعث ليتمم مكارم الأخلاق، الأخلاق التي أسهم الأنبياء كلهم فيها في بنائها وصرح كبير، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي كمله أكمله وأتمه. كانت هناك بقايا من الأخلاق السابقة التي تركها أتباع الأنبياء والرسل السابقين، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ببعثته صارت هذه الأخلاق صارت كاملة، أي أحيا من ظفر منها على مستوى العناوين، أي القيم التي اندثرت لم يعد لها وجود أصلاً، كما أنه صلى الله عليه وسلم أحيا أيضاً بعض المضامين للقيم التي كانت موجودة في المجتمع كعناوين. كان هناك العدل وكان هناك حقوق، ولكن بمضامين مختلفة. كان هناك النصرة، ولكن النصرة للقبيلة ليس للمظلوم بصفة عامة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أعطى لإعادة لهذه القيم المضامين الحقيقية التي اتفق عليها الأنبياء والرسل كلهم. فلذلك ينبغي أن نلتفت إلى هذا الجانب، هذا الجانب الكمال، الكمال على مستوى المضمون. فأصبحت هذه القيم هي قيم إنسانية مشتركة فعلا، بخلاف ما يتحدث عنه الآن حينما نتحدث عن القيم الكونية، فهي عناوين لكن المحتوى يختلف. هذه القيم حينما تتعلق بفئة من الناس فيعني تترجم ترجمة معينة، لكن حينما تتعلق بأناس آخرين تجد ترجمة أخرى لها، فهي قيم مركزية محكومة بالذي يحميها وينشرها، والذي أيضا يعطيها المضامين الذي يريد. فهذه العناوين: العدل والحرية، هذه عناوين الإسلام يتعامل معها، يعني يقرها ويسوقها على أساس أنها قيم إنسانية فعلا. والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. هذه القيمة الإنسانية للعدل، العدل الذي يقيمه الإنسان على أخص الناس إليه، يعني قرابة إليه. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، هذه هي قيمة العدل. لكن العدل حينما نتحدث عنه، لأن في القيم المعاصرة هو عدل، ولكنه مشوب بمحاباة ومشوب بالتمييز بين الشعوب، فهذا هو ليس هو العدل الذي يتحدث، ليست قيمة مطلقة. هي قيمة من حيث العنوان، لكن من حيث التطبيق هي يعني تختلف من شعب لآخر ومن إنسان لآخر ومن جنس لآخر ومن فئة لأخرى. فلذلك من إتمام الرسول صلى الله عليه وسلم إتمامه لهذه الأخلاق أنه أعطاها المضامين الحقيقية، ولذلك يجب على الإنسان المسلم الآن يترجم هذه القيم بالشكل الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول صلى الله عليه وسلم ترجمها، لم يترك الأخلاق ليتحدث الناس عنها حديثا نظريا، بل جسدها، ترجمها
لنقتدي به سلوكيا في هاته، لنقتدي به فعلا كيف كان صلى الله عليه وسلم يقيم العدل بين الناس، كيف كان يقيم علاقة الجوار مع الناس مع المسلمين وغيرهم، كيف كان يتعامل مع الناس مع الأصدقاء ومع الأعداء، كيف كان يتعامل زوجا، كيف كان يتعامل تاجرا، كيف يتعامل صديقا، كيف يتعامل بائعا، كيف يتعامل قائدا. إن هذه القيم التي نأخذها من مشكاة النبوية هي قيم كاملة في مضامين، هي القيم الإنسانية حقيقة. فلذلك الإنسان الآن يحرص المسلم إذا أراد فعلا أن يؤثر في الآخرين، يعني الآن يدخل معهم في هذه القيم، نحن ندعو إلى أن ننخرط في القيم الكونية، هذا شيء نحن نرحب به، لكن لابد من أن نسهم في إعطاء المضامين الحقيقية لهذه القيم، لا فقط أن نتبناها ولكن تمارس علينا ترجمة أخرى لهذه القيم يعني لا نقتنع بها. فنحن ندعو فعلا للحرية، لكن ليست الحرية التي تدخل بيوتنا وتهدم من القواعد، تدخل إلى حقوق الإنسان، نعم ندعو إلى ذلك، ندعو إلى الحرية، ندعو إلى المساواة، ندعو، لكن ليست المساواة التي يعني تصطدم مع ثوابتنا، المساواة التي يعني تجمع بين المتناقضين. فهذه القيم نحن نستطيع أن ننخرط فيها فعلا، فهي قيم إنسانية نتعامل، هي مساحة يعني نشترك فيها مع الآخر، ولكن بمضامين، وهذه مضامين هي الخصوصية، هي الخصوصية التي تميزنا في هذه القيم الأخلاقية. حينما نكون صادقين كما تفضل الدكتور شبار، صادقين مع في التعامل مع الآخرين، فلا شك أن الآخر سيكبر فيه هذا السلوك، سيقدر الإنسان حينما يكون صادقا معه وفيا، لا يغش، لا يخون، لا يكذب، لا يسرق، لا، يعني هذه القيم حينما يجسدها المسلم فسيكون فعلا هي نقطة اجتذاب. المسلمون ليس كما يشاع أنهم نشروا الإسلام بالسيف بالقوة، بل الأساس في نشر القيم الإسلامية هي الأخلاق، هي الأخلاق التي حملها المسلمون، ليس المسلمين من ذوي المستوى العالي من العلم، المسلمون العاديون الذين حملوا هذه القيم كتجار كسياح، ذهبوا إلى بلدان وتعاملوا مع الناس وفق هذه القيم فأثروا واستطاعوا أن يعني أن يجذبوا إلى الإسلام كثيرا من الشعوب، كثيرا من الناس الذين اختاروا هذا الإسلام لهذه القيم التي لاحظوها في السلوك، في سلوك هؤلاء. لذلك الإسلام يحرص على أن تبقى هذه القيم هي العنوان الأساس للإنسان. قد نتكلم، نتحدث حديثا طويلا عريضا، لكن إذا لم نجسد هذه القيم في سلوكنا مع الغير فإن الكلام قد يؤثر، ولكن التأثير يكون محدودا، وقد لا يؤثر أصلا إذا كنا نخالف هذا الكلام بالسلوك الذي نمارسه. فلذلك الإسلام نلحظ أيها الإخوة أنه جعل كل العبادات تخدم هذا المبدأ، نسمي مبدأ أو قيمة القيم الأخلاقية. كل العبادات في الإسلام إلا ولها جانب أخلاقي، في جانب ينمي الصلة بين الإنسان وربه، فيه صلة تنمي العلاقة بين الإنسان وأخيه الإنسان، وفيه قيم أخلاقية، قيم أخلاقية تنعكس إيجابا على الإنسان وأخرى تنعكس على المجتمع وعلى الأمة. حينما تحدث الحق سبحانه وتعالى عن الصلاة في بعدها الأخلاقي الاجتماعي، قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة عبادة، لكن من حينما تؤدى، كأن نتحدث عن السلوك النابع عن العبادة، عن التطبيق الحقيقي للعبادة، حينما يمارس الإنسان وهذه العبادة الشعيرة مارسها بشروطها بخشوع وباطمئنان بكافة الشروط المشترطة فيها، فلا شك أنها ستخلق في نفسه رقيبا ذاتيا، سيحسن هذا الرقيب سلوكه الفردي وسلوكه الاجتماعي، تنهاه عن الفحشاء والمنكر،
يعني حيثما هم بأن يخرج عن السياق، عن المتعارف عليه، عن القيم، تنبهه هذه الصلاة، وهكذا الزكاة، وهكذا إلى آخره. إذن فنلاحظ أن هذه العبادات، حتى العبادات الكبرى، تخدم هذا الجانب، لأنه مهم جدا. لا معنى أن يكون الإنسان ملتزما للمسجد يصلي في الصف الأول، ولكن بمجرد أن يخرج يمارس هذه المخالفات الأخلاقية. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينص يحذر من هذا التناقض، من هذه الإزدواجية، من أن يحرص الإنسان على العبادة من صلاة وزكاة وصيام، ولكنه لا يحرص بنفس المستوى على في مجال التعامل الأخلاقي. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في شأن بعض المخالفات الأخلاقية: ثلاث من كنا فيه فهو منافق، ثلاث من كنا فيه وفهو منافق، وإن صلى وصام واحتج وحج واعتمر وقال إني مسلم. ما هي هذه الثلاث؟ إذا حدث كذا، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن أخاه. إن هذه مخالفات أخلاقية أساسية في المجتمع، معني أنها إنها سيهدم، يعني إذا كان يحرص على أداء هذه الصلوات والزكاة والحاج والعبادات الأخرى التي يمارسها، ولكنه يخالف في مجال الأخلاق، فهو يهدم ما يبنيه بالعبادات. ثلاث من كنا فيه فهو وإن صلى وصام وحج واعتمر وقال إني مسلم. إذا حدث كذا، إذا كان يكذب، أن يخالف مخالفة أخلاقية، تمن خان، إذا كان لا يؤتمن ولا يؤمن جانبه، فهذا أيضا يعني قد لا تنفعه هذه الصلاة، لا تنفعه هذه الزكاة، لأنه لم تترك هذا الأثر الإيجابي الأخلاقي على سلوكه، وهكذا. إذن فهذه الأخلاق الإسلامي هي شعار الإنسان المسلم حيثما وجد، حينما يلتزم بها فلا شك أنه سيؤثر في الآخرين. إذا لو طبق الإنسان في بلاد المهجر مثلا فقط قيمة حقوق الجوار، واستند إلى القيم التي تؤطر العلاقة، علاقة الجوار بين الإنسان وأخيه الإنسان كيفما كان، مسلم كان أو غير مسلم. لنرجع إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هي القيم التي كانت تحكم هذه العلاقة بينه وبين جيرانه غير المسلمين؟ كيف كان يتعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جيرانه غير المسلمين؟ كان يوصي بمعاملتهم بالحسنى، كان يقدم لهم الهدية، وكان يتعامل معهم بيعا وشراء. حتى إنه لما توفي صلى الله عليه وسلم وجد درعه مرهونة لدى رجل من اليهود، اشترى منه الرسول صلى الله عليه وسلم طعاما لم يؤدي ثمن، فأخذ منه اليهودي درعا رهين رهنا حتى يأتيه بالثمن. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة، كان يتعامل معه. فلذلك هذا التعامل، الجيران ما زال هناك في الغرب الآن من يتساءل ويسأل: هل أقدم الهدية للجار؟ هل أعطيه من أضحيتي شيئا من اللحم؟ هل يعني هذا الإنسان، هذه الأسئلة الآن التي تطرح تدل على أن هناك غياب، هناك جهل بالقيم التي تؤطر الجوار بين الإنسان والإنسان، بين الإنسان المسلم وغير المسلم. فلو أن هؤلاء الذين يطرحون هذه الأسئلة لرجعوا إلى كيفية تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هي القيم التي تحكم هذه العلاقة، لما طرحوا هذه الأسئلة. إذن هذا ما تيسر. إذن فإذا أردنا فعلا نحن المسلمين، الحديث عن الأخلاق حديث يطول، القيم الأخلاقية، لكن إذا أردنا نحن المسلمين أن نجسد هذه القيم وأن يحترمنا الغير بناء على تطبيقنا لهذه القيم، فنرجع إلى مشكاة النبوة، إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان يطبق هذه القيم التي تسمى الآن كونية: القيم العدل، قيم الحرية، قيم المساواة، قيم الإنصاف، قيم الإيثار، قيم الصفاء، قيم الصدق، قيم المحبة. كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجسدها عمليا في سلوك بهذه القيم من مشكات النبوة؟ فلا شك أن الآخر سينظر إلينا على أننا خصوصية في هذه في هذا المجال الأخلاقي. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا، وأن يوفق الإخوة، وأشكره مرة أخرى على إتاحتنا الفرصة لنتحدث في هذا الموضوع المهم
جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإذا أخذنا